خليفة بونو يعلن عن نفسه: نجم جديد بدأ يلمع في سماء حراسة المرمى في القارة الأوروبية وتحديدا في الدوري الفرنسي، مقدما مستويات مميزة وسائرا على خطى العملاق بونو. على مدار الفترة الماضية تأكد بشكل واضح أن العديد من المنتخبات العربية تحتاج لعملية إعادة بناء والبحث عن جيل جديد يكمل المسيرة بأهداف جديدة، ومن بين هذه المنتخبات المنتخب المغربي، والذي خرج بشكل مخيب مبكراً من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الخسارة المفاجئة في ثمن النهائي البطولة أمام جنوب أفريقيا. ومع الحديث عن إعادة بناء المنتخب المغربي والبحث عن حرس جديد للمستقبل، يظهر خليفة الحارس العملاق ياسين بونو وهو المغربي علاء بالعروش. بالعروش سجل ظهوره الأول في الدوري الفرنسي الممتاز في مباراة خسرها فريقه ستراسبورغ أمام باريس سان جيرمان بثنائية مقابل هدف وحيد. رغم هذه الخسارة إلا أن الحارس المغربي صاحب 22 عاماً قدم مستويات رائعة، ويظل هو الخليفة المنتظرة للعملاق ياسين بونو الذي يحمي عرين المغرب حالياً. بالعروش بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية محمد السادس، وانطلق نحو نادي ألزاس في 2020، وفي الموسم الماضي لعب لنادي بريوشن الفرنسي معاراً قبل أن يظهر مع ستراسبورغ في الموسم الحالي. وخلال المواجهة الأولى في الدوري الفرنسي أمام باريس سان جيرمان حصل على تقييم مميز بقيمة 6.6 من 10 نقاط خلال هذه المواجهة من المواقع المتخصصة في تقييم اللاعبين. وخلال مواجهة سان جيرمان نجح الحارس المغربي في تشتيت الكرة مرتين، كما نجح في تمرير كرتين طويلتين، لكنها نقطة ضعفه الواضحة بعدما قدم 7 تمريرات طولية أخرى غير ناجحة. 3 تصديات نجح فيها بالعروش، والأهم أن من بينها ركلة جزاء سددها الفرنسي كيليان مبابي قائد باريس سان جيرمان، رغم أنه أخطأ بشكل واضح وكان سبب تلقي فريقه الهدف الأول. الصحافة الفرنسية أشادت بالحارس المغربي بشكل كبير بعد هذه المباراة التي قدم فيها مستويات مميزة، رغم تحميله كذلك مسؤولية الهدف الأول الذي استقبله فريقه. الصحافة الفرنسية اعتبرت بالعروش بطلاً ومذنباً في الوقت نفسه، وقالت إنه ترك انطباعات متضاربة في ظهوره الأول مع نادي ستراسبورغ بين قدراته الكبيرة التي يملكها أو الأخطاء التي يرتكبها. الحقيقة أن ركلة الجزاء التي تصدى لها أمام كيليان مبابي تؤكد أنه حارس كبير، والهفوة التي جاءت بعد هذه الركلة وتسببت في استقبال الهدف الأول أمر يحدث مع أعتى حراس المرمى وأكثرهم خبرة. بالعروش حارس شاب وصغير السن ولا يملك الخبرات الكافية لهذه المباريات الكبيرة، خصوصا أن مباراته الأولى في الدوري الفرنسي كانت أمام العملاق باريس سان جيرمان، لكن لا شك أنه خليفة ياسين بونو بكل تأكيد.